نرجع من الهايد ان سيلكتد، بس اصطف السناب. يرجع اشوف، اتاكد من هي النقطه اللي هون، بس صحيح مكانها. طيب نضيف الحدوديه اكيد، بس 2 الزاوية تكون حدي، في عندي هاي الزاوية، دول تنتين بس، يعني هاي حدي. طبعا هون بس 4 بس لأحذف هذول، ما بدي اياهم عشان السيمتري. نرجع الايدجز تشينفر فاص 0.3 كالعادة. هون فوق عفوا لازم تكون كمان حدي. رح ارجع اختار هذا كمان وبس. هون نعمي، يعني هون ما اختار شي. برجع تشينفر اوكي، فيني اجرب هلا اعطيه او خلص دغري حمل انهايد اول. اجي لهون انسخ هذول 2 بيست انستنت، شغل نشوف. هل هناك مشاكل بالسيمتري؟ السيمتري خليني اقلل، او قبل ما اقلل خليني ضبط الشكل نفسه اصلا. فرح من هون شو اند ريزلت، نشوف شو هالمشكلة هي. اس ار حاول اسوي فرض استقامة بالشكل هذا، خلص. زد هون الزاوية بدها زيادة حدودية. طيب كمان هون ما بدي شيء، من فوق سليمة. اذا المشكلة بس عندي هون. فتعال نعمل هاي الان سيلكتد، نشوف كيف فينا نساويها هون. طيب تعالوا نشوف اذا عملنا طريقة الكنكت. اول طريقة تعلمناها انه في خطأ بالتحديد، بس ترى كبسة زر واحدة بنكون خلصنا كل شيء. لاحظوا كيف قدرنا نجسم هذول 2 وقدرنا نجسم كمان الشباك هون. للأسف سجلت كل هاد انا، لكن برنامج التسجيل بس واحد يسجل فترة طويلة عم يضرب لي 3/4 الدرس. فأكيد نحن وصلنا لمرحلة ما بحاجة نتعلم تصميم هالاشكال هي. فبس رح اشرح لكم بشكل مبسط كيف صممتها، اكيد ما حد من اول جديد. في عنا هاد شغلته بسيطة رح اخفيها هلا، ورجيكم هاد. بس انتهينا نحن عند نقطة معينة ما اتذكر وين، مهم سحبت الايجز لتحت وطابقتهم، يعني بعدهم مع الايجز تبع الاشكال اللي حوالي، يعني طابقتهم على الايجز تبع هاد تحت، طابقتهم معهم هنيك. وهون مثلا هاد اذا خفيت، اذا بنخفيه لاحظوا كيف هي مايلة هيك. فحتى انا هاد من جوا ميلت الايدجز تبعه هيك كمان، يعني طابقت الايدجز على بعضها ميلته. هين شوفوا لاحظين كيف 2 متطابقين على بعض. المهم اعطيت حدوديه اكيد للحواف، حدوديه هي الزاويه وهي الزاويه اللي برا وهي الزاويه اللي هون. وكمان ضفت لها عن طريق الكت مشان تصير ونشوف نجي لهون عن طريق الكت ضفت لها هذا الشكل لحتى تصير زاوية حدة. كمان بعدين شغلة بسيطة اجتزأت منه كالعادة، عملت منه هذا الشي بسيط جدا جدا. لاحظوا كيف هذا شكله بسيط شفناه. تمام شو كمان هذا كمان شيء بسيط اللي عملته كله، اني كالعادة طفيت التيربو سموث تبع كل شيء ونسخت ايدجز من هون وايدجز اللي هدول، وبعدين وصلتهم مع بعضهم، طبعا فصلهم يعني وصلتهم مع بعضهم. لاحظوا
بس خطوط وصلتهم، ضفت نقاط. هلا ليكو كيف هون، هون عندي بس خط 2 3 4، شوفوا في هون صار نقاط اضافية، هي ضفتها انا، يعني ضفت لها القطعة اللي اجتزأتها من الباب، ضفت لها خطوط، حتى هي كمان قطعة ضفت لها خط، حتى وصلتهم. لاحظوا ماني واصل خطوط عرضية بس بالطول، لأنه هو الشباك كتير مستقيم، ما في كتير انحناء بالأصل. بعدين من نفس الشباك، يعني من هي القطعة هي، أخذت منها، طبعا أعطيتها بعد أكيد، أخذت منها كمان نسخة تانية وعملت للأطراف هي اللي هون، وكمان للأطراف اللي هون. هذول كيف هذا كان هيك مستقيم، أنا ميلت النقطة تبعه لهون والنقطة التانية لهون عشان يتطابق مع هذا الشكل. نفس الشيء هون كمان ميلت هاي النقطة لهون، هاي النقطة هيك زبتها، عملت لهم كمان شينفر مع خطوط اطرافية مشان يعطوني هذول هذا الشكل. بعدين اخذته وعملت ديليت للمضلعات بقى الباقيين يعني بيناتهم، عملت لهم اكيد بعد لجوا. وبعدين فصلت لاحظوا معي هون، اذا نجي للالمنت بتلاحظوا هذا مفصول عن هذول، يعني هذول كل 3 قطع فصلتهم عن بعضهم. فبالنهاية بعد تنعيم والتظبيط، أكيد أخذت معي وقت بتظبيطها، إنه عاد تزيح النقاط لحتى أضبط مكانهم، لأنه هون في عنا مشكلة إذا بتتذكروا هون، إنه هذا فايت لجوا، هذا كان إحنا ما يعني ما عملنا متصل مع الطبون، ففايت لجوا كان. فلذلك اضطريت إني أعدل شغلة بسيطة كمان، خلينا نشوفها هون بالباب، هذا انسلكتد لنشوفها، هي إني لاحظوا كيف هذا الضلع، هاد كان هيك، كان عفوا لتحت، كان نازل هيك هالشكل، مسكته كله رفعته لفوق. ليش رفعته لفوق؟ مشان يغطي الفراغ اللي كان هون، صار عندي فراغ كبير، فما بصير اني اقعد ازيح الشباك لبرا، لا زحت النقاط كلها لفوق. نفس الشيء هون كمان، هذول كانوا النقاط هذول نازلين مثل اللي هون، هذول كلهم نازلين هيك هيك، لاحظوا كيف؟ اما انا مسكت هذول النقاط طلعتهم لبرا شوي مشان كمان اغطي العيب يلي طلع معي، طلع معي هون، وطابقت النقاط على بعضها. وكمان صار عندي مشكلة هون، انه بعد التنعيم، نشغل التنعيم، انه بعد التنعيم مو احنا زحنا هدول، فهذا صار يبين عندي هذا الشكل جوا، فصار في كتير هيك مجعلة كتير مو ظابط، لانه كنا ضايفين احنا مثل هون، كنا ضايفين هون بالزاويتين هذول مثل زاويتين هذول، يعني رح ارجع اطفي لاشوف شو هن، كنا ضافين عاملين كات، لاحظين كيف عاملين كات، فعملي كثير مشاكل هون وهنيك يعني. فقمت الكات وعملت له هون حدد الايجز كلياتهم تبع الباب، وعملت لهم كونكت، اما هو ما زبط الكونكت، حددت هدول الايجز اعطيتهم كونكت، ام صار يكون هيك مجعلك الكونكت هيك مدري شلون، ام عملته بسلايس بلان، لاحظوا كيف اجتزأت هيك قطعة. بعدين حتى اخر شيء يعني زبطت. ونفس الشيء كمان هي اخذت معي وقت، ما تذكروا يعني هي مو هينه، اخذت معي وقت كثير تظبيطها. وهلا بظن بكفي يعني شغله الباقي عليكم، ان شاء الله هينه يعني خلص يوصل هالمرحله هي، ما عاد تصعب عليه. هلا في عندي نفس الشيء اللي عملته راح اعمله هون، لاحظوا كيف ما ظريف هيك تكون الزاويه، راح نعمل نفس ما عملنا هنيك، حتى اورجيكم شو سوينا هنيك. راح اطفي هذول بس F4، خليني اطفي كله مشان يخف المشهد عندي، خليني فرد مرة اعمل هذا انسلكتد حتى ارتاح، احدد هذا هون، زد شيفت اخترنا هذول، نعمل لهم ريموف، بعدين كالعادة بنجي على النقاط بس زد لاتأكد F3 اذا في شي غيره، ما في شي غيره محدد، اذا كمان ريموف بالشكل هذا. هلا اي نعم، هون في عندي هذا المشكلة، لاحظوا كيف هون في عندي هي، طبعا نشوف شو راح يصير هلا اذا عملنا شيفت. او هيك ما حيمشي الحال. طيب راح نقيم هذول، طبعا احنا نختار هذول، نقيم الأضلاع هاي، حتى الزاوية تحت، لا تمام،
وانا ليش في عندي هذا الخطأ؟ يكون نتيجة خطأ يكون حددته بدون ما احس على حالي. هي هون عادي هيك تكون الشكل، لأنه هون تذكر كيف كبرناها الزاوية عشان تصير كبيرة، فما بيأثر. طيب نرجع الايدجز نشوف شو اللي محددين. إذا عملنا كونكت راح يطلع، راح يطلع شكل يمكن هيك يكون منيح، لكن المشكلة هون نكتفي فيه هيك. خلينا نشوف، نرجع المادة نشوف هل هناك مشاكل. يس هناك مشاكل، مشاكل هون. طيب انا كل هذا ما عجبتني هي الطريقة، راح اتركها هلا عشان ما تاخذ مني وقت. راح نشوف هون هاي unselected، اثنين شيفت ريموف اخذ النقاط، كمان ريموف. لاحظوا كيف هون هذا مو انا رفعته الخط لفوق، بس هذول لسه مو مرتفعين. ده بالاصل هاد كان الخط لتحت مثل ما قلتلكم مثل الباب. طيب هلا راح اختار هذا الايدج شيفت، ان شاء الله هون تزبط. كونكت تمام، يعني منيح المكان. انهايد او تمام، بقى هلا هالمكان اللي هون كان الباب. لاحظين كيف صار في فرق، انه هون صارت زاوية حادة هون كتير. فبدأ تثبيت. هلا ما راح اعمل هالدرس عليها الى وقتها. المهم الطريقة نفسها عملتها هون، عملتها هون انا مشان تنبيه فقط. وان شاء الله هين ان شاء الله بتساووها. الدرس القادم راح نساوي هاد البلور، ونساوي او ممكن نساوي الدواليب، ونستفي عن المرايا كمان. فإن شاء الله ألقاكم في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.